الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. دولة ليبيا، محضر اتفاق مجالس الحكماء والأعيان بالمنطقة الغربية، زوارة في 3/3/2019 ميلادي، استناداً على ما جاء بالاجتماع التمهيدي بمدينة الزنتان، وذلك يوم الخميس الموافق 28/2/2019 ميلادي، حيث تم التوافق على عقد ملتقى مجالس الحكماء والأعيان بالمنطقة الغربية لمدن الجبل الساحل، وفي جلسة حوارية بمدينة زوارة، وذلك يوم الأحد الموافق 3/3 ميلادي، تم التوافق على ما يلي: أولاً، احترام كافة الاتفاقيات السابقة الموقعة بين مدن المنطقة الغربية الساحل والجبل. ثانياً، التداول السلمي على السلطة في ليبيا والمحافظة على مبادئ ثورة 17 من فبراير ورفض العودة إلى الديكتاتورية. ثالثاً، رفض المشاركة في أي حرب بالمنطقة، لا للحرب نعم للسلام. رابعاً، تأسيس دولة مدنية لها مرجعية دستورية توافقية. خامساً، المنطقة الغربية مع قيام الشرطة والجيش تحت سلطة دولة مدنية. سادساً، نرفض الإرهاب بشتى أنواعه وأشكاله على هذه الأرض الطيبة. سابعاً، يؤكد المشاركون على عدم السماح لأي طرف باستخدام أراضيه لتكون جسراً أو ممراً للاعتداء على أي طرف آخر بالمنطقة الغربية. ثامناً، المحافظة على النسيج الاجتماعي وتماسكه، ومحاربة كل ما يسيء إلى اللحمة الاجتماعية والوطنية. تاسعاً، نحن مع دولة القانون والتداول السلمي على السلطة. عاشراً، اتفق المجتمعون على عقد اجتماعات لاحقة لتحديد الآليات التي تضمن تحقيق السلم والاستقرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حفظ الله عليكم. على كل حال، هذا الاجتماع لم يكن بمحض الصدفة، هذا ما كانش جانا صدفة كتلقينا احنا وياه باش نجتمع به. هذا احنا كنا عادين له من زمان، من سنوات عديدة نجري ونحاول توحيد جهودنا ومجهوداتنا لمنع المنطقة من طبول الحرب. نحن نسمع الآن على طبول الحرب ولا تحرير المنطقة الغربية وعلى وعلى وعلى، نتيجة إعلام غربي أو داخلي ظالم، هي عبارة على فتن، ربما ما يقال ليس بالصحيح وربما أن يكون صحيح. نحن اتفقنا مع المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية والشمالية والجنوبية الغربية، اتفقنا بنزع فتيلة الحرب، لا حرب في المنطقة مهما كانت، سنتفق مع الليبيين كيفما كان. نحن نمد يدينا لكل الليبيين في المشرق الليبي والمغرب الليبي وفي كل منطقة في ليبيا، مدينا يدينا ونقولوا تعالوا نحن إخوة، تعالوا نتفق. حتى الاتفاق الخارجي اللي خارج ليبيا احنا مش راضيين به، مش قانعين به. ليه؟ لأن عارفين في فتن مثل ما يوصل فينا من الدول الأخرى. هذا كله اجتمعنا اليوم بهذا السبب، واتفقنا على ألا حرب في المنطقة، لا حرب في المنطقة الغربية. نطمن كل الليبيين في المشرق وفي المغرب وفي الشمال وفي الجنوب أن في ليبيا لا يمكن أن يصير حرب كما صار في الماضي، كما حدث في الماضي، كما حصلت الفتنة في الماضي. هذا شيء مرفوض قطعا. نحن نتفق لبناء ليبيا، للإنصاف في ليبيا، لقيام دولة مدنية متحضرة للرفع من شبابنا وشيبنا ومنطقتنا وبناء ليبيا من جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاجتماع هذا طبعا مكمل الاجتماع الأول اللي تم في مدينة الزنتان، وتم فيه الاتفاق على تجميع أهالي المنطقة الغربية بكاملهم طبعا في لقاء الأعيان والحكماء، وهدفه الأساسي هو الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى،
وحفاظ على سلامة هذا الوطن وسلامة هذه المنطقة بالكامل. دعوا جميعا، وهذا ما لمسناه في الجلسة الأولى في هذا اليوم، ودعوتهم جميعا للسلم وللأمن وللسلام ولبناء الدولة، دولة المؤسسات ودولة الدستور، والابتعاد كل البعد عن الحرب، لأن الحرب الرابح فيها خاسر، ونحن أبناء وطن واحد. وقبل أن نكون أبناء وطن واحد نحن كلنا أصحاب دين واحد، والحمد لله ديننا الإسلام ووطننا ليبيا. علينا جميعا أن نحافظ على هذا الموروث الديني والموروث الوطني الذي تركه لنا الأباء وجاهدوا من أجله حتى أصبح هذا الوطن وطن واحد، من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. آليات التطبيق طبعا تحتاج إلى لقاءات متكررة ومتعددة، طبعا وجهات النظر كانت مختلفة، والخلافات السابقة طبعا كان لها الأثر، والدعوات التي تتم للمصالحة والصلح حقيقة متعددة ومتنوعة، ولكن تحتاج إلى لقاءات مستمرة وإلى حوار هادي وإلى تحمل، كل يتحمل الآخر، وإلى أيضا حتى بعض التنازلات، لأن دائما من أجل الوطن قد نتنازل على بعض المبادئ ليست الأساسية، ولكن بعض المبادئ الجانبية التي لا تضر بوحدة بلادنا وبوحدة وطننا. وندعو جميعا إلى أن نلتقي كليبيين على أرض الوطن، نبتعد كل الابتعاد عن التوجهات الخارجية التي منها من لا يريد الاستقرار والأمن والسلام لليبيا، وهذا نحن لا نستطيع أن نتهم أحد ولا نستطيع أن نبرر أحد في هذا الجانب. والله احنا في لقائنا الاجتماعي هذا حقيقة لا نريد ان نتدخل في الجانب العسكري، له طبعا متخصصون في هذا الجانب عسكريون، وفي الجانب السياسي طبعا هناك ساسة، ولكن احنا ندعو الساس السياسيون والعسكريون الى ان يحافظوا على وحدة ليبيا ويحافظوا على امنها، ويتحاوروا ايضا هم فيما بينهم، لان كل مكمل للاخر، الاعيان والحكماء رايهم راي توفيقي، السياسيون يجب أيضا أن يتقاربوا لمصلحة الوطن، والعسكريون كذلك. إذا تم ذلك فقد أمننا أنفسنا جميعا، ولا قدر الله اختلفوا سيكون الخسارة للكل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ ليبيا ويحفظ أبنائها، وتكون ليبيا إن شاء الله دولة آمنة ومستقرة بعيدة كل البعد عن الحكم الفردي وعن الحكم العسكري. بارك الله فيك. هذا اللي تبيه. طبعا حضرنا اليوم في الاجتماع المبارك هذا في مدينة الزوارة بدعوة من مجلس حكماء وعيان الزوارة لكل حكماء وعيان المنطقة الغربية، كل المدن المنطقة الغربية كانت حاضرة. كان شعار هذا الاجتماع هو لا للحرب، وهذا طبعا أمنية كل ليبي ان احنا معاش نبو حرب لا في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب. ما تطرقنا ليه في هذا الاجتماع الطيب والمبارك هو تكملة لاجتماع، طبعا نحن كمدينة غريان ما تمكنناش من الحضور في الاجتماع الماضي نظرا لظروف وضيق وقت، ولكن الاجتماع هذا حضرناه كان تكملة في الاجتماع مدينة الزندان اللي حضروا فيه بعض أغلب المدن الغربية، وكان لقاء طيب وأخوي، وتكلموا فيه على نبذ العنف والانقسام وتوحيد الصفوف وتجنيب المنطقة الغربية بالكامل للحروب وللدمار. والله نتمنى احنا نتمنى طبعا احنا الهدف من هذا الاجتماع هو في الاجتماعات القادمة ان تكون فيه آليات لتنفيذ هذا الاتفاق اللي سيتم الاتفاق فيه يعني ما بين كل المدن نتاع المنطقة الغربية، واللي يمتد بإذن الله أيضا حتى إلى المنطقة الوسطى اللي هي إلى من مصراتة إلى رأس الجير إلى غدامس إلى الشوارف. فنتمنى أن احنا أن كل المنطقة الغربية وحتى في المنطقة الجنوبية أو حتى في أخوتنا في المنطقة الشرقية أن احنا نعنوا أن احنا معاش ندعو للحرب، نبدو العنف، لازم نخرجوا من هذا المأزق اللي وقعنا فيه بسبب
سياسات سابقة أو حكومات سابقة أو دول تدخلت في الشأن الليبي. يفترض فينا ان احنا نفتح صفحة جديدة، ان احنا ندعو لقيام دولة مدنية، ندعو لبناء مؤسسة عسكرية تحت سلطة مدنية، ندعو الى قيام شرطة، ندعو الى بناء مؤسسات ودولة مؤسسات وقانون، وهذا طبعا طموح كل الليبيين. فنتمنى ان الاجتماع هذا ان هو يوصل الى ما كل حسب طبعا حديثي مع كل الأخوة من المنطقة الغربية من جميع المدن، كل الناس تتمنى أنه هو فعلا يتم الاتفاق على أن لا للحرب، لا للعنف، لا لإراقة الدماء، لحقن الدماء، يكفي حروب، يكفي فقدان لأحبة أولادنا ضعوا في الحروب. نتمنى أن احنا نبنوا دولة زينا زي الدول الأخرى بدون تدخل من أي جهات أخرى، حتى بعثة الأمم المتحدة التي الآن تسمى بالبعثة اللي هي الداعمة أو بعثة الدعم في ليبيا، أعتقد أنها هي خرجت على مسارها الطبيعي وأصبحت. والله هو طبعا للأسف الشديد أن لقاء أبوظبي اللي هو بين السيد سراج وبين حفتر في 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 ابو ظبي، للاسف الشديد ان القيادات اللي هم سواء كانوا نسموهم احنا اللي هي عن طريق سراج او عن طريق حفتر، ان ما فيش حد طلع للليبيين وقال ما حدث في هذا الاجتماع. فحتى الاجتماع قاعد نسمع فيه في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الوسائل في الفضائيات فقط يعني. فياريت هم حتى هم يطلعوا هم يبينوا للليبيين شنو هو اللي صار في هذا اللقاء واللي صار في 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 ابو ظبي او لقاء حفتر السراج في ابو ظبي. فنتمنى ان احنا يطلعوا المسؤولين او اللي هو السيد السراج ويبين للليبيين انه هو طبعا هو لا اعتقد ان الليبيين ما زال يسمحوا بهذا الكلام، يعني انه هو نرجع لحكم العسكر او للدكتاتوريه او نرجع للمربع الاول. فلماذا اذا يعني بعد هذه الدماء وهذه الشهداء اللي فقدناهم والارواح والدمار نرجع معقول؟ فاعتقد ان احنا الليبيين حيقولوا كلمتهم في 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 حينها، يعني اذا كان هذا الكلام يعني بيؤدي بينا الا ان احنا نديروا دوله يعني نرجع لحكم العسكر او لحكم الدكتاتوريه. فلا اعتقد ان احنا طبعا مطالب كل الليبيين يطالبوا بسلطه مدنيه، بدوله مدنيه، بجيش وبشرطه، وهذا ما نختلف فيها عاقلات. بارك الله فيكم. شكرا شكرا صحات. الملتقى اليوم اللي صار في مدينه زواره اللي هو يضم مجالس حكماء واعيان ومشايخ المدن في المنطقه الغربيه، طبعا حصل الملتقى هذه او لحوا بحضور الملتقى هذه نتيجة الظروف الموجودة في المنطقة والتوترات الموجودة في المنطقة الغربية. الكل كان يدعو للبعد وعدم المساهمة في الحرب ولا للحرب في المنطقة الغربية وفي ليبيا بصفة عامة. الملتقى كان أعتقد ناجح لأن التوافق على عدم وجود حرب كان أساس من أساسيات بناء الدولة. الكل نادى لبناء دولة مدنية بمؤسساتها وبدستور متوافق عليه. الحضور طرحوا عدة مواضيع حساسة اللي هي أسباب نشوب الحرب وأسباب الحرب في المنطقة الغربية. الكل وافق حاليا أن ما لا للحرب، وحال واجه الحرب لو أن هي وصلت إلى المنطقة الغربية حيوفوا قوة واحدة وحيواجهوا الحرب. طبعا الأليات هي التوحيد أو الاتفاق وتوحيد الكلمة. الأعيان للمناطق هذه اتفقوا أن الخطر عام على المنطقة بالكامل، والمنطقة الغربية هي مفتاح ليبيا يعتبر. لو توترت المنطقة الغربية حتتوتر بقية ليبيا، واتفقوا أن
لابد من 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 نبذ الحرب، هذه أساس، ولابد من بناء دولة مدنية ولا للعسكر، طبعا هذه الأساس، لا لعسكرة الدولة. لا لا لم يتطرق، ما لم يتطرقناش، لكن حتى هو ملف من الملفات اللي يجب أن هي أهم شيء، هي التواصل في اللقاءات هذه. لو أن تم التواصل وقبول الآخر بشتى أشكاله، بأبعاد الفكرية وأبعاد السياسية، وحنوصل إلى حلول بكل تأكيد. طبعا هذا اللقاء لم يكن محض الصدفة، بل كان لقاء تم الترتيب له منذ فترة سابقة. الهدف من اللقاء أو الهدف من الاجتماع لممثلي الجانب الاجتماعي بالركن الليبي للبلاد المتمثل في مدن الساحل والجبل هو لرأب الصدع والوقوف دون الحيلولة لاستحداث حرب تقع في هذه المنطقة وتكون تأثيرها مباشر على العاصمة طرابلس وعلى بقية المنطقة الغربية برمتها. وهذا أمر لن يسمح ولن يترك حتى يفتعل، ولم تتمكن في تلك الفترة المجهودات الاجتماعية من حق الدماء وإيقاف هذه الحرب. هي نعلم أن الحروب عادة يكون فيها مخططات ويكون فيها داعمون ويكون لها أيضا أهداف ترغب الوصول إليها، وعادة الأهداف التي نرى في الكثير من الحروب سواء كانت داخلية وخارجها دائما الأهداف ليست بشكل مباشر لمكتسبات يحصل عليها الشعب، بل هي لخدمة بعض الطوائف أو بعض الشخصيات أو حتى بعض الدول من خارج تلك المدن التي من خارج تلك المدن أو الدول التي تحدث فيها الحروب. طبعا احنا في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بمدينة الزنتان والذي تحفظنا كثيرا على الجانب الإعلامي حتى لا يكون في تسريبات غير صحيحة، وكان هي جلسة تحضيرية حضرتها بعض ممثلي مدن على الساحل والجبل، كان الاتفاق هو أن الحرب لن تقع في الغرب الليبي، وهذا اتفاق بإجماع. أيضا كان الاتفاق على منع أو إيجاد حلول لمسببات الحرب، ومنها توغل بعض التشكيلات المسلحة أو بعض التكتلات في بعض المدن على مقدرات الدولة وعلى الوضع بشكل عام سواء كان الاقتصادي ولا الصحي ولا غيره. سلام على الإسلام بعد محمد، سلام على أيامه النظيرات، على الدنيا على الدين والدنيا، على العلم والحجة، على البر والتقوى، على الحسنات. والآن مع كلمة هرم هذه الكلية الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب الفضيلة والسعادة والسيادة، الأساتذة الأجلاء والضيوف الكرام، الإخوة الأساتذة الزملاء، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. بهذه الحقيقة الإيمانية الراسخة نودع علما جليلا من أعلام ليبيا المعاصرة، ورجلاً فاضلاً من رجالها العاملين هو العلامة الدكتور محمد الطاهر المقوس، عميد كلية الدعوة الإسلامية السابق وأستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة طرابلس وجامعة محمد بن علي السنوسي في البيضاء. فبفقده فقدت ليبيا قامة شامخة من قامات العلم والثقافة والأخلاق الفاضلة. لقد ودعنا بوداع الشيخ محمد المقوز عالماً متميزاً بين علماء المذهب المالكي الأجلاء، وفقيهاً مجتهداً في الخلاف العالي الذي لا يمارسه إلا خاصة المجتهدين. كما ودعنا بوداعه أستاذاً قادراً على توصيل علمه ببديهة حاضرة وأدلة مسعفة وجواب شافٍ وتفصيل دقيق في اختصار غير ممل ولا مخل. ودعنا برحيل الدكتور محمد المقوز رجل المواقف المبدئية الذي لا يلين
ولا ينحني عندما يكون اللين مذلة، ولا يتكبر على الآخرين مهما تضاءل قدرهم لدى أهل الدنيا وقل رصيدهم من أموالها. ودعنا بوداع أو برحيل الدكتور محمد مجوز المحقق الذي تصدى لكتاب مهم، هو كتاب النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني، فكان تحقيقه لو كتب له النشر، وسيكتب إن شاء الله، إضافة علمية لا تقتصر على إخراج النص على الصورة التي تركها المؤلف، بل تتعداه إلى إضاءة النص بالتوثيق والتعليق لمصدر مهم جدا من مصادر الفقه المالكي. ونحن نأمل أن يرى هذا التحقيق النور بفضل الله أولا، ثم بجهد طلابه ومحبيه الذين سيجدون متعة في العمل على إخراجه برغم صعوباته، وسيكلفون أنفسهم جهدا مضاعفا، لكن مردوده بإذن الله سيكون كبيرا. أصحاب السعادة والفضيلة العلماء، الحضور الكرام، اختار الدكتور محمد المجوز درب العلم منذ نعومة أظفاره، فبدأ دراسة القرآن الكريم في بلده، ثم توجه إلى جامع الزيتون بتونس تمشياً مع ما تعارف عليه خاصة أهل ليبيا في توجيه النابهين من أبنائهم إلى الزيتون أو الأزهر. وعندما علم بافتتاح المعاهد الدينية في ليبيا عاد أدراجه ليكون في طليعة طلابها، فقد كان طالباً متميزاً في عرض أفكاره شديد الاختصار والدقة في كتابته، مع قدرة فائقة على الإطناب إن أراد، وكانت الدرجات العليا من نصيبه بين أقرانه. تواصل شغفه العلمي بالفقه، فوسع المطالعة الواعية في مجاله، وكانت مكتبته العامرة مسعفة لطلبه الدؤوب للعلم الشرعي، وقد سجل ملاحظاته الدقيقة على هوامش الكتب، ومنها الملاحظات النفيسة التي وشحت تحقيقه لكتاب النوادر والزيادات القيرواني، وتلك التي يبثها في مجالسه العلمية الخاصة والعامة. وإذا كانت ظروف غربته القاسية قد حرمتنا من نشر نتاجه العلمي والاستفادة القصوى من عطائه الفكري، فإننا سنجد العوض في نشر تحقيقه المميز لهذا الكتاب النفيس. لقد سمعت عن ذكاء الشيخ محمد مجوز الكثير منذ أن كان طالباً في معهد أحمد باشا الديني بطرابلس، مشهوداً له بالعلم وحسن البيان والخلق الكريم، وعرفته أستاذاً في كلية التربية فترة وجيزة، فما زالت تلك الصفات فيه إلا رسوخاً وفي نفسي إلا وضوحاً. ورسلته على عنوانه في بريطانيا حين كنت في المغرب، وقد طلب مني تصوير بعض المخطوطات، فأجبته إلى طلبه، ثم سألته وأنا في غربة ميسورة إلى حد ما أن أرسل إليه بعض ما عندي من فضل الزاد، فأجابني برسالة تصلح أن تكون نصاً من نصوص الأدب الرفيع في أسلوبها الرائق وإعلانها الصادق عن معاني العفة وغنى النفس، فهي من نفائس ما أملك من رسائل العلماء مبناً ومعنى. اكتملت في شخصية الشيخ المجوز صفات أهلته للقيام بعمل دعوي علمي في جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وفي كلية الدعوة الإسلامية، فبذل جهده في ظروف غير مواتية إدارياً ومالياً وأمنياً، ولكن ذلك لم يحد من جهده فيما تولاه من أعمال، فبذل أقصى ما يمكنه من جهود لتوصيل الرسالة العلمية والدعوية إلى المقصودين بها، ثم انصرف إلى جهوده العلمية في مجالة البحث والتدريس والإفتاء حتى آخر حياته. وحين غادر كلية الدعوة الإسلامية وطلب مني أن أتولى إدارتها بعد مدة ليست باليسيرة من مغادرته، رأيت من الصالح العام أن تسير الإدارة بالمفضول في غياب الفاضل، ولكنني عاهدت نفسي ألا أجلس على كرسي العميد الذي كان يحتله الشيخ المكوس. سبب تواجدي هنا الحضور حال حفل التأبين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الطاهر المجوز رحمه الله تعالى. يعني حقيقة يعني ليبيا فقدت علما من أعلامها ورجل من أفذاذ العلماء، ولا سيما يعني والشيخ رحمه الله يعني
من أعمدة المذهب المالكي والفقه المالكي أصولا وفروعا. حقيقة الشيخ محمد طاهر المجوز يعني يعتبر من 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 علماء المذهب ليس في ليبيا فقط بل في العالم الإسلامي الذين يعني الذين يعرفون الشيخ محمد طاهر المجوز يعلمون ويدركون أن فقد هذا الشيخ يعني فقد لعمدة من أعمدة المذهب المالكي، لأن الشيخ رحمه الله يعني تلقى تدريسه هنا في ليبيا ثم انتقل إلى تونس يعني دراسة في جامعة الزيتونة ثم رجع إلى ليبيا ثم بعد ذلك انطلق إلى مصر وأخذ منها الماجستير ثم انطلق إلى بريطانيا، ويعني أسهم في العديد من المحافل العلمية والإشراف الأكاديمي والإشراف العلمي وتدريس الكتب. يعني الشيخ رحمه الله يعني درس كثيرا من الكتب التي تعد من أمهات الكتب يعني في المذهب المالكي كالاستذكار لابن عبد البر والكافي لابن عبد البر والمنتقى لإمام الباجي، وله يعني كتابه تحقيقاته على النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. الرجل كان يعرف هذه الحقبة جيدا وهذا الخلاف العالي وهذه الكتب المعتمدة في المذهب، يعني رجل يقرأ مثل هذه الكتب ويدرس مثل هذه الدراسة ويدرس هذه الكتب لغيره، لا شك أنها تدل على سعة اطلاع وتحقيق وتدقيق لمسائل المذهب المالكي رحمه الله تعالى. نتحدث عن شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد طاهر المجوز، عالم من أعلام هذه البلاد ورجل من رجالات العلم الأفاضل الذين ضحوا بعمرهم وأمالهم ونفسهم. عاش الشيخ حياة مليئة بالكد والاجتهاد في طلب العلم مترحلا من تونس إلى مصر إلى أمريكا إلى بريطانيا، وفي هذه البلد بين ربوع هذا البلد الطيب دراسة وتدريسا، ثم حطت به الرحال في جمعية الدعوة الإسلامية عميدا لكلية الدعوة الإسلامية، فكان مثالا صادقا لأهل العلم الأفاضل الذين أدوا ما عليهم من واجب رباني منوط بهم. الشيخ محمد الطاهر المجوز رجل عرف بسماحة الخلق ودماثته، رجلا صادق اللهجة لا يجامل ولا يداري ولا يخاف في الله لومة لائم، وهذا مما سبب له كثيرا من المتاعب. وكان رجلا حريصا شديد الحرص على العلم والتعلم، ولعل في هذه اللقاء البسيط أذكر بأمر من لمسته من مخالطتي للشيخ، وهو من الأمور التي قليلا ما رأيتها في أهل العلم أو طلبة العلم، وهو أن الشيخ يتمثل كما قيل العلم قيد والكتابة العلم صيد والكتابة قيد، فكان لا يقرأ كتابا إلا والقلم بيده يدون ما يرى من ملاحظات ويكتب ما يراه من تصحيحات وتعليقات دقيقة لو أنها جمعت لكانت في أسفار كبيرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذا المقام الكريم الطيب أن يتغمد الشيخ محمد الطاهر المجوز برحمته وأن يجمعنا به في جنات الخلد.